عندي هون 3 صدورة دجاج قطعتهم لحتى افرمهم هلا على الناعم. هذا هو هلا ملمس الدجاج والنعومة تبعيته، هيك لازم يكون للناجتس. هلا تتبيل والبهارات، 1/4 كباية مي، ملعقة صغيرة من ملح الهيمالايا، ملعقة صغيرة ثوم بودرة، 1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة، 1/4 ملعقة صغيرة الكاري، 1/2 ملعقة صغيرة من بودرة البصل، و1/2 ملعقة صغيرة من البهار الأسود. فيكم انتو تحطوا البهار الأبيض. 1/2 ملعقة صغيرة من البابريكا، و1/4 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. هلأ مرحلة العفس، جربوا هاي الطريقة أصدقائي، بنصحكم فيها من بعد تجارب عدة مرات، تعطي نكهة كتير طيبة للناجتس، راح يحبوها الاولاد كتير. هلا بعد المرحله بدنا نستخدم ايدينا ومي، نحط منبلل الملعقه بالمي ومنبلل ايدنا كمان بالمي، نعمله هذا الشكل اللي هو اوريجينال العادي. فيكم تحطوا زيت بس لشو ما في داعي. بحط اول شي كباية طحين لوحدة على جنب، بوعاء تاني بحط صودا، مية الصودا يعني، بيضة، نص كوب نشا، نشا الذرة، ملح، في حر فينا نزيد حر شوي، نجيب الناجتس تلج، نحط لنا شي مكعبين تلج، خليها مسقعة. هلا من بعد ما سخنت الزيت حميته، بجيب قطعة الناجتس بحطها بالطحين، وبرجع بعملها باترينج. طبعا افضل تكون بالايد بالطريقه هاي. اذا حبيت 2 كوت برجع بنزلها بالطحين، بنزلها بعملها كمان بعد مره باترينج، وهيك ينزلوا كليا و بالزيت الحامي. بدت القلي تقريبا بين 6 دقائق و8 دقائق. طبعا بكل مراحل القلي انا بحب يكون في عندي قلاية كهرباء، لانه فيني اتحكم بالمقلب، بحراره المقلب. ودائما حاولوا انه تشيلوا كل شيء اسمه محروق من الطنجره لحتى ما يترك طعمه. بعد ما مضى عليها تقريبا شيء 7 دقائق، إذا ما كان عندنا ميزان لحرارة الزيت حتى نعرف إنه الزيت صار حامي، بننزل الخشبة وطلعوا كيف تعمل. إذا بلش تعمل الرغوة معناتها صار جاهز لأنه ننزل فيه النجس أو الدجاج بشكل عام.
هسه طلعوا كيف مستويه وجوسي. نغمسها طبعا، مشي طعم كثير طيبي، بنصحكم فيها، أطيب ناجتس على الإطلاق. ناشفة أبدا، مستوية من جوا ممتازة، مع قرمشة رهيبة. جوسي لوسي ناجتس. وهذا الخبز البانز اللي عملته. كتير كتير طريق، كتير طيب، فينا نحط بقلبه صوص مع ناجتس. وكمان صوص، وأطيب ساندويش ناجتس بالعالم. مع كبيس الخيار. إلى اللقاء، باي باي.